السلام عليكم، مرحبا بكم حكيمة بنت العاصمة معكم. إن شاء الله أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وبالعافية عليكم والصحة، ونطلب إن شاء الله بالأهل تاعكم أحبابكم يكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. حبيت أنا اليوم بطريقتي نوري لكم كيفاش راني حندير لي بولات تاع السردين وصوص بلونش. يعني هاد الوصفة قديمة قديمة بزاف. أنا الأم تاعي الله يرحمها يعني من العاصمة، كانوا ناس العاصمة يعرفوا هاد الوصفة تاع السردين وصوص بلونش، وما تصوروش شحال تجي بنينه بنينه، ما تصوروش خواتاتي. وكاين ناس باش يحبوا يعني يبدلوا شويه يغيروا، تعرفوا يا اخي السردين ديما نديروهم صوص روج يعني مرقه حمراء، من العاصميين يديروا تاني السردين دي بولات صوص بلونش. ما نقولكمش البنه شحال تجي بنينه هذا الطبق تاع اليوم اللي راني حنحضره معكم. وانا هنا في قناتي يعني درت هاد يعني هاد لي بولات تاع السردين، ويعني الناس كاين بزاف اللي عجبتهم هاد الوصفه. انا حبيت اليوم نعاود ناكد لكم ونوريها لكم اصليه 100% باش ما نغيروش. انا نزعف ونحترم كاع يعني الاطباق يعني من كل ولايه، مي انا ما نحبش كي الوصفه تكون قديمه وعاصميه تتبدل. يعني المقادير تاع هاد الوصفه ما نحبش نغيروا منها، خلوها كيما يعني كانوا مالينا زمان يحضروها. دوك نبداو على بركه الله نوريكم كاع المقادير. شوفوا هنا عندي حبه بصل كبيره شويه نسحقوها، يعني كي نديروا السردين تاعنا، وشويه لاصوص. وبالنسبه ما ندخلوش يعني في مقادير كبار غير المعدنوس القارص البيض، ونطموا يعني الحشو تاعنا تاع السردين بشويه فرينه والزيت. وبالنسبه يعني التوابل عندنا غير الكمون وفلفل الكحل والملح. هذه هي يعني الوصفه خفيفه ما تطلبش مقادير كبار، ويجي واحد الطبق خفيف خفيف لاي واحد يعني عنده الله يعافيكم يعني كما نقولوا ما يقدرش ياكل سردين وصوص روج، يقدر يعني ياكل هاد يعني السردين بولات وصوص بلونش. دوك نبداو على بركه الله. انا رايحين نبداو نحضروا معكم يعني هاد الوصفه تاع اليوم. عندي شوفوا حبه بصل كبيره كيما راكم تشوفوا، شويه نقسمو نديروا للحشو تاع السردين، وشويه يعني نديروا لاصوص تاعي. ولازم يكون البصل يعني كميه لاباس عليها باش الطبق تاعنا تجي المرقه تاعنا ماشي طافيه، تجي يعني ثقيله. دوك ندير هنا انا وجدت ربع مغارف زيت بلا ما يعني في القناه تاعي ديما نوجد مغرفه ونقول لكم ندير ربع مغارف. انا خلاص نحيت هذيك طبيعه، وليت ندير هكذا في يعني ربع مغارف على مره، يعني مام باش نقصرو في الفيديو ما يكونناش طويل، ونديرو هاد البصل يتجمر غير على نار قليله. شوفوا نبداو بتحضير السردين تاعنا. قلتكم هاولي كان دوك نعطيكم يعني واحد المعلومه، احنا السردين ديما نحتاجوه رقيق. مي شوفوا يعني مين وصلنا كيفاش احنا بكري هاد السردين ما يصيدوش، يعني ما يكتبوش عليكم ما يكونش فلا كي الصيادين يروحوا يخرجوا بعد ما يطلع في الشبكه. هذه كان عندنا الجار تاعنا حوات يعني قديم قديم او مات الله يرحمه، على بال كان ديما كيصيدو يجيب لنا كتر خيرو يعني خيرو الله يرحمه صدقتو. هي راهي تشد عليه اليوم ديما السردين كيكون رقيق يعاودو ينحوه من الشبكه ويعاودو يربوه. يعني دوك الحاله تبدلت بالبزاف. انا دوك شوفو يعني ما مرقيق حبيت نديرو، يعني هو يدير البنه يعطي البنه كبيره. دوك انا الحين نديرو هذاك السردين تاعنا، يعني عطيتكم يعني واحد الملاحظه، ونديرو هذاك البصل يعني المقادير كاع ندخلوهم، ونديرو هداك رشه شويه تاع المعدنوس، وناخدو حاجه وحده اللي نديروها هديك الحبابة تاعنا، يعني نديروها من الطرف يعني لاباس عليها نخافو. ونزيدو بالنسبه للتوابل عندني غير الكمون. شوفو الكمون انا ندير قسم غير فتاع القهوه، وعلاه ندير غير مغرفه تاع قهوه خاطش انا رايحه ندير في لاصوص، يعني في نقسمو شويه شويه هكذا. ونبداو قبل ما ندير الفرينه سبق يعني نعجن كاع السردين تاعي ونعاود نولي لكم.
حنا رانا نعجنوا في السردين تاعنا كيما راكم تشوفوا. دوك نطمو بالفرينه، شوفوا يعني الكميه تاع الفرينه انا درتها قست 3 مغارف، يعني ولا خصتنا نزيدو، دوك ما نقدروش نتحكموا فيه. دوك حتى نطم كاع هذيك الفرينه ونبدا نشوف لي بولات تاعي، خاطش انا هاد السردين راني رايحه نحطو يرتاح شويه، نديرو فريجيدار ما يخفالكمش رانا في السخانه باش يشد روحو مليح. شوفوا انا هنا في الظلمه نزيدلوش 3 مغارف كبار تاع الفرينه. دوك نحطو يعني فريجيدار ونغطوه بالبابي فيل يعني باش ما تطلقش الريحه تاعو، ما يخفالكمش السردين يعني يعطي ريحه. وبعد ما يرتاح شويه نبدا نكملوا يعني المراحل تاع الدورمه تاع السردين. شوفوا البصل تاعي راني نجمر فيه. دوك ندير هذيك الكميه تاع الملح، درنا شويه والكمون وفلفل الكحل، يعني قسمنا والكمون في هذه الوصفه يكون حاضر بقوه. علاش؟ على خاطرش هذا يعني هذا السردين دي بولات كما نقولوا دولمه تسحق بزاف الكمون، تعطي واحد البنه ما تصوروش. وخلو يعني البصل تاعنا يتجمر ديما على نار هاديه. تاعي راني بعد ما خرجتهم في الفريجيدار، شوفوا خواتاتي نشدوا لي بولات نحطوهم غير هكذا، يعني ما نمسوهمش، نفصلوهم ونعاودوا يعني نديروا لهم زوج طريقات باش يشدوا روحهم. انا دوك نديرهم هكذا كيما راكم تشوفوا، نحطهم غير هكذا. ويعني انا ديما نفكركم يعني ديما نقولكم على حساب الافراد تاع العائله تاعكم. شوفوا كيما هكذا نحطوهم كامل هكذا هكذا، ما ندناو ليهم ما والو، ونوريو لكم الطريقه الثانيه كيفاش نكملهم. البصل تاعي انا راهو تجمر، شوفوا التجميره خداها مليحه. دوك نبدا نمرق يعني هذا الطبق تاعي، ما تكثروش الماء، نديرو يعني تحت اليدين على خاطرش يعني ولا هاد التمريقه الاولى اللي نديروها والاخرى، ما نزيدوش نكملو التمريقه الثانيه، يعني ما يزبش يجينا بزاف ماهي. ونخلو المرقه تاعنا تغلي ونروحو لتحضير السردين تاعنا. كيما يعني فصلت السردين تاعي انا، دوك نوريكم طريقه كيفاش باش نبداو يعني نفصلوهم ونفصلوا لي بولات تاعنا يعني المرحله الثانيه. شوفوا انا يديا هنا راهم شامخين خواتاتي، شمخناهم باش نزكمو السردين تاعنا يعني ياخذ شكل مليح. شوفوا هكذا كيما راكم تشوفوا، نكملوا يعني الطريقه هذه هي الطريقه الثانيه، يعني غير بالماء هكذا السردين تاعنا يشد روحو. هكذا نكملوا الحبه الثالثة معاكم هكذا هكذا كيما راكم تشوفوا. خلاص انا هنا ما نزيد ندير له والو، يعني نكمل كاع نفصلو ونعاود نولي لكم ان شاء الله. ويعني المرقه تاعي واسات، دوك نرفدو السردين تاعنا، نعاودو نديرو لهم يعني هاد عمليه ونحطوهم غير بشويه فيكم السردين ما يشدش يعني وقت كبير في الطياب. هاد السردين تم مي با يعني نص ساعه على القليل يكون طاب. هكذا نلام يعني خدمناهم، نزيدو نديرو هكذا. وقلت لكم يعني التمريقه ما نزيدوش، التمريقه اللي مرقناها خلوها هكذا كما راكم تشوفوا. نكملو كاع يعني لي بولات تاعنا. هاد الدولمه خفيفه خفيفه خواتاتي، ما تصوروش شحال بنينه. وبرك يعني ملاحظه يعني المرقه لازم تغلي، ما ديروهاش والمرقه تاعكم بارده. هكذا حنا نكملنا السردين تاعنا كاع درناه، نخلوه هكذا على نار ما قويه بزاف ما هاديه بزاف، ويطيب مي با نص ساعه نكملو ونوريه لكم ان شاء الله. شوفوا يعني الدولمه تاعنا تاع السردين كيفاش طابت، الله الله. شوفوا المرقه تاعها كيفاش جات ثقيله. شوفوا انا دوك نسقي وحده معاكم ونوريكم هذا الطبق حاضر على مائده التقديم ان شاء الله باذن الله. شوفوا يعني ندنو هكذا باش تشوفوا خواتاتي يعني المرقه كيفاش لي بولات قعدوا شادين روحهم، ونوريكم طبق حاضر على مائده التقديم ان شاء الله.
ها الطبق تاعنا تاع نهار اليوم الدولما سردين صوص يعني مرقه حمراء صوص بلونش. صدقوني واحد البنه ما تصوروش شحال بنين هاد الدولما تاع لي بولات تاع السردين. وحنا في الاخير نزيدو لهم ديما هكذا المعدنوس يعطي واحد البنه ما تصوروش. ونزيدو ديما القارص يرافق القارص في الاطباق يعني تاعنا. ميم لي صوص بلونش نستحقو بزاف كميه كبيره تاع القارص يعني مع هاد الظلمه تاع النهار تاع اليوم تاعنا لازم نكثروا لها في القارص. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم طريقتي وديروا هاد الظلمه سردين بنينه بنينه بالبزاف وتساعد بزاف الناس اللي ما يحبوش يعني السردين مرقه حمراء. وما بقى لي يعني نقول لكم غير تهلاو تهلاو في صحتكم ويعني ان شاء الله نتلاقاو ديما في وصفات واحده اخرى باذن الله. ويعني نوصيكم خواتاتي يعني نقول لكم يعني ديما الانسان كي يخرج من دارو الا للضروره خاطش هذا الوباء مازال حاضر معنا ومازال عايش معنا. وخذوا خذوا يعني الحيطه وباش يعني تخرجوا غير للضروره يعني. هذه هي نصيحه من نصحكم. وان شاء الله تاني ليد ولا درتوا الظلمه تاعي وعجبتكم تاكلوها بالصحه ولهنا ونتلاقاو غير في الخير يا ربي العالمين.